لو ضاعت من ايدك حاجه ما تزعلش خالص، اللي هي لو ليك ما كانتش هتبقى في ايد غيرك. انت كل اللي مطلوب منك ثلاث حاجات: قول الحمد لله، ترضى بالنصيب، وتركز في اللي جاي عشان اللي جاي بتاعك. صدقني ما حدش هيقف جنبك الا نفسك. ركز في اللي جاي عشان اللي جاي حلو قوي، والايام الصعبه مش بتدوم. الايام الصعبه ما بتبقى، صدقني بتفل. قول الحمد لله وارضى وركز في اللي جاي. لو قد اللي منا خفنا.